بدأت أمثل من 3 سنين professionally actually من 3 سنين. I do acting لأنه دي الحاجة اللي أنا بحبها not for fame. To look good on camera لازم يكون في base كويس. دايما بقول إنه الميك اب بيبقى شكله أحسن ميك اب لما السكن اللي تحتيه تكون كويسة. My dad is my best friend actually. I overthink a lot فببقى محتاجة حد يوقفني عشان أنا مش هبطل. الحاجة الوحيدة اللي أنا عايزة أغيرها في العالم هي التنمر. ودلوقتي السوشيال ميديا بقت مدية فرصة لكل الناس to say طبعا their opinion أكيد but do not hurt people. يعني stop that. كفاية بجد كفاية.